السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا شايفين ايه قدامنا في السبورة؟ شايفين الحروف، والحروف دي بناخدها عربي ولا حساب؟ برافو عليكم، بناخدها في اللغة العربية. طيب الدودة بتاعتنا بادئة من حرف ايه؟ حرف الفاء. بعد الفاء قاف، اللي هي ايه يا مس؟ اللي هي نازلة من تحت السطر وطالعة تاني وعليها نقطتين. قاف، بعد القاف كاف. برافو عليكم، بتاكل سندوتش واحد. بعد الكاف لام، عصاية كبيرة نازلة تشرب وتلاقي تاني. بعد اللام ميم، هنكتبها يا مس؟ لا مش هنكتبها عشان مكتوبة. بعد الميم نون، النون النقطة فين يا ولاد؟ النقطة في حضن النون. بعد النون عندنا الهاء، والهاء مكتوبة. بعد الهاء واو، والياء مكتوبة. برافو عليكم. تعالوا كده نشوف ايه ده. اما عايزنا نكون كلمة، احنا متفقين ان في كون كلمة اول حاجة بنبص عليها الحرف اللي عليه فتحة او كسرة او ضمة. عندنا فاء ضمة، اخدناه يا مس ونمشيه. برافو عليكم. ايه تاني يا ولاد؟ احنا كنا واخدين للفاء ضمة ايه؟ فرشات، يبقى حرف الراء اهو عليه سكون. ايه تاني؟ فرشا، شا، يبقى ايه؟ الشين ولا الالف المد؟ برافو عليكم، حرف الشين يا مس بنكتبه وبنمشيه وهو عليه فتحة. فرشاة، شطار، ألف مد، برافو عليكم. فرشات، إيه بقى اللي ناقص؟ التاء المربوطة وعليها ضمتين. برافو عليكم. إيه ده؟ إيه اللي هنكتبه في الأول؟ حرف الفاء فتحة فاء. برافو عليكم يا ولاد، فاء فتحة فاء. طيب إيه تاني فارد إيديه الاتنين؟ فين؟ الحاء ولا الميم؟ برافو عليكم، حرف الحاء فح، يبقى الحاء هنا عليها سكون عشان وقفنا عليها. فحمو، حرف الميم عليها ضمة. ده كده كان ايه؟ كون كلمة. عم عايز ايه هنا؟ اكتب الحرف الناقص. طيب سين ضمة وميم ضمة، كنا واخدين كلمة سلمو، ايه اللي ناقص؟ لا لا، اللام هنا عليها ايه؟ شدة وفتحة. برافو عليكم. كتكوتن، ها يبقى ايه اللي ناقص؟ برافو، حرف الواو المد. اذن، او او او، يبقى ايه اللي ناقص؟ الف ضمه او، شطار، برافو عليكم. زرافه، ايه اللي ناقص؟ برافو، سامعاكم، الفاء تسعة نوني ونازله على السطر وعليها فتحه. برافو عليكم. عم عايز ايه هنا؟ حلل الكلمه الى مقاطع صوتيه. طيب تعالوا كده نشوف، احنا متفقين الاول ان لو في مد هيروح مع اللي قبله، ولو في سكون برضه هيروح مع ايه؟ مع اللي قبله. ريشة، ريشة، ايه اللي هيروح الاول؟ برافو، سامعاكم، حرف الراء ومعاها الياء المد. برافو عليكم. ايه تاني يا ولاد؟ حرف الشين يا مس وفرد ايديها الاتنين، هنروحها بالطبق بتاعتها؟ لا، الطبق بتاعتها هتحطها على الترابيزه. ايه اللي ناقص؟ التاء التسعويه. برافو عليكم. هنا ايه ده اللي هيروح بيته يا ولاد؟ الطاء معاها الفاء. ليه؟ لان الفاء عليها سكون، والسكون بيقول لك ايه؟ انا دايره مدوره، انا نونه صغيره، معرفش اقف لوحدي، لازم حركه قبل فتحه كسره ضمه تخليني منوره. برافو عليكم. ايه اللي ناقص تاني يا ولاد؟ حرف اللام مفرد ايده يا مس، مش ماشي لوحده. برافو عليكم. ايه ده؟ في شده، الشده بتخلي الحرف ايه؟ بتخلي الحرف اتنين يا مس، الاول ساكن والتاني متحرك، يبقى معانا الراء معاها ميم، لان الميم هنا سكون. بص يا ولاد كده، لو هنكتبها من غير الشده هتبقى روم روم مانوم. يبقى احنا كده يا ولاد اول حرف يروح بيته الراء ومعاها الميم اللي عليها سكون. طيب ايه تاني؟ الميم اللي عليها فتحه اهي، والالف المد. ايه تاني ناقص؟ النون والنقطه في حضن النون. برافو عليكم. اكتب، اكمل بحرف مناسب. عايزين حرف الجر، اللي هي ايه يا ولاد؟ في وإلى، عن وعلى، ومعاهم ايه؟ ومعاهم من. اذهب، نقط المكتبه مع المعلمه. اذهب يعني احنا رايحين هنمشي، يبقى احنا اذهب ايه؟ برافو، اذهب الى، الف قصره لام ياء تحتيها نقطتين. خرج محمد، نقط المنزل، محمد خرج، يبقى خرج من إيه؟ خرج ايه؟ خرج من ميم ومعاها النون، والنون النقطة فين؟ في حضنها. برافو عليكم. يبقى احنا كده يا ولاد اخدنا ايه النهاردة؟ اللغة العربية. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، مع السلامة. حبايبي الحلوين، احنا شايفين قدامنا ايه دلوقتي؟ شايفين قدامنا
ارقام، والارقام دي بناخدها في ايه؟ برافو عليكم، نافذه الرياضيات. طيب تعالوا نشوف الدوده بتاعتنا. الدوده بتاعتنا اللي هي دوده الشقيه، اللي هي بتاكل بالايه؟ بتاكل بالشقلوب. يلا مع بعض، الدوده الشقيه بتاكل بالشقلوب. 10 9 8 6 7 5 7 6 5 4 3 2 1 0. برافو عليكم. ايه ده يا ولاد؟ 10 يبقى قبل ال 10 9 ت ت ت د س ع ت مربوطه. برافو عليكم. 9 قبل ال 9 8 قبل ال 8 شطار. برافو. 7 س ب ع ت مربوطه. قبل ال 7 6 هنكتبها عليا بس مكتوبه. قبل ال 6 5 خ م التساوية اللي هي المربوطة. برافو عليكم. قبلها أربعة يا مس، قبل الأربعة ثلاثة. س لم ألف س مربوطة. برافو عليكم. قبل الثلاثة اثنين هنكتبها؟ لا مكتوبة. قبل الاثنين واحد، واو ألف مد معاها الدال، وقبل الواحد في صفر يا مس ومش هنكتبه. طيب ايه ده؟ اكتب السابق والتالي، عايزين اللي قبل واللي بعد. الرقم ده ايه؟ مين يعرف؟ برافو. 19 قبلها ايه؟ 18 شطار. 8 ووراها واحد. بعد ال 19 ايه؟ 20. برافو. 0 ووراها 2. طيب ده رقم كام؟ 24. قبل ال 24 ايه؟ شطار. برافو عليكم. 23. طب احنا قلنا الثلاثة الأول ولا قلنا الاثنين اللي في خانة العشرات الأول؟ لا قلنا الثلاثة الأول، يبقى هي اللي هتتكتب الأول. 23. بعد الأربعة، بعد الأربعة وعشرون كام؟ 25. برافو عليكم. إيه ده؟ الترتيب السابع. قبل السابع إيه؟ السادس. ألف لام سين، ألف مد دال وراها سين. برافو عليكم. بعد السادس السابع مكتوبة. بعد السابع الثامن. ألف لام ساء، ألف مد ميم نون. برافو عليكم. طيب دي خمسة، نعمل لها سطر بس صغير من كده هنا فوق. قبل الخمسة أربعة ألف راء باء عين تاء مربوطة. بعد الخمسة ستة سين ت عليها نقطتين ت تساوية. برافو عليكم. ايه ده؟ اكتب مكونات العدد. عم عامل لنا رقم كام؟ سبعة، وكاتب هنا في الدائرة دي أربعة. طيب نجيب منين الرقم الثاني؟ يلا نعد بعد الأربعة لحد ما نوصل للسبعة. بعد الأربعة خمسة ستة سبعة، دول كام؟ ثلاثة يا مس. برافو عليكم. يبقى احنا هنكتب هنا رقم ثلاثة. طيب في أرقام تانية يا مس بتجيب لنا السبعة، ايه؟ زي ايه؟ شطار. ممكن نكتب هنا صفر ونكتب هنا سبعة، لأن الصفر مش هيدي السبعة حاجة. طيب ممكن نكتب ايه تاني يا مس؟ يا مس راح حطينا هنا خمسة مكان الأربعة، يبقى بعد الخمسة ستة سبعة، يبقى احنا كده جبنا أكثر من مكون عدد. ماشي حبيبي؟ طيب اللي عنده أرقام تانية يبقى يبعتها لنا على الواتس. ماشي، في أرقام تانية كتير ممكن تجمع لنا السبعة. رتب تنازليا، يعني من الكبير للصغير. يلا كده نشوف. قلنا اول حاجه هنشوفها اللي عم عاملين عليها دائره او شرطه تحتها. هنفتح قوس ونكتب 35 عنه بادئ بيها، هنكتبها في الاول. شرطه اللي قبل ال 35، ها برافو عليكم. 34 موجوده؟ يا مس موجوده اهي، نشطب عليها ونكتبها. 34 شرطه اللي قبل ال 34، يلا ها ها برافو عليكم. 33 وموجوده. 33 اللي قبل ال 33، 32 موجوده اهي يا مس. ايه ده؟ ايه ده؟ المس مش حطت هنا الشرطه بتاعتها. برافو عليكم، ما تنسوش زي المس. قبل كده في ارقام تانية؟ مفيش يا مس، اقفل قوس. يبقى احنا كده يا ولاد اخدنا ايه النهارده؟ اخدنا رياضيات واخدنا لغه عربيه. يلا عايز اشوفكم بقى شطار وحلوين، وجيبوا لنا مكونات عدد كتير لرقم سبعه. ماشي، مع السلامه.